متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. هذا احنا دابا في رابع ايام رمضان، كيف ما غنعودكم طيلة شهر رمضان الفضيل اننا غنكون معكم دايما على الساعة 9 في برنامج كيفاش تعيش في رمضان، اللي غيكون لايف مع الدكتور عبد الجبار الشكري، واللي غيطرق لنا الموضوع الحجر الصحي في رمضان. اليوم الموضوع اللي غنتكلموا فيه هو واقع الزوجة كامرأة في الأسرة المغربية. مرحبا بك دكتور. مرحبا، شكرا. دكتور، موضوعنا اليوم هو غتكلمين على الزوجة كامرأة في الأسرة المغربية. أولا أشكر قرائي المتتبعين، أشكر المشاهدين المتتبعين. ثانيا السلام عليكم ورحمة الله، وثالثا رمضان مبارك كريم. أولا عندما اخترت هنا موضوع أيضا وضعية الأسرة، أي أنا أتكلم دائما في إطار الأسرة، وضعية الأسرة، إذا مكونة من في إطار الأسرة النووية، مكونة من الأب والأم والأطفال. إذا تحدثت عن الأطفال، تحدثت عن الأب أي الزوج، الآن سأتحدث عن الزوجة. وضعية المرأة بشكل عام في المجتمع المغربي وخصوصا في الأسرة المغربية هي وضعية أحيانا لا يحسد عليها، ونحن نعرف أن العقلية الذكورية للرجل تجعل من المرأة في الدرجة الثانية، تجعلها في الدرجة الثانية، معناه أن الرجل هو الذكي، هو القوي، هو الذي يحكم، هو الذي له كل السلطة، والمرأة هي ثانوي، تابعة للرجل. أتحدث، لا أتحدث عن الاستثناءات، وإنما أتحدث بشكل عام ما هو سائد في المجتمع في الأسر المغربية. أما كان هناك استثناءات التي فيها تساوي ما بين أدوار الرجل وأدوار المرأة، وتساوي في العلاقات المتبادلة. إذا بالنسبة لهذا الوضع، فالمرأة تعد أقل مستوى من الرجل، وبالتالي فهي موضوع، هي تشكل بالنسبة للرجل مجموعة من الموضوع. أولا موضوع زواج واستهلاك جنسي، ثانيا موضوعها هو أن تكون ربة بيت، حتى وإن اشتغلت خارج المنزل مثلها مثل الرجل فهي يجب أن تبقى ربة البيت، سواء كانت موظفة ومشتغلة أو كانت غير موظفة ومشتغلة. دائما هذه الوظيفة الأسرية مناطة بالمرأة، والرجل مستثنى منها على الإطلاق، باعتبار أن الرجل يخرج إلى العمل. حتى وإن كانت المرأة تخرج عليها أن تهتم بأمور بيتها وبالطعام والشراب واللباس وغسل الملابس إلى غير ذلك، وتربية الأطفال، بمعنى أن هنا كل ثقل أسر، المعيش الأسري داخل الأسرة على الزوجة باعتبارها امرأة. أما الرجل فهو مستثنى من ذلك، ويعتبر نفسه بكونه خارج هذه الوظيفة، هذه وظيفة التربية، وظيفة الاهتمام بالبيت وبالأسرة وبكل مستلزمات وحاجيات البيت، هي من مهمة المرأة. إذا فالمرأة في هذه الوضعية، بالرغم من كونها في هذه الوضعية، فهي تعاني أصلا، فهي تعاني خصوصا إذا كانت موظفة وتشتغل خارج البيت. إذا فهي ملقى عليها كل المسؤوليات، حتى بالنسبة لتربية الأطفال، وحتى أيضا بمراقبة الأطفال في إنجاز تمارينهم. إذا هذه العقلية الذكورية هي عقلية لا نقول بأنها ترجع إلى المنطق الديني أبدا، وإنما ترجع إلى المنطق الثقافي الذي هو كان موجودا في كل المجتمعات البشرية. حتى هذه العقلية الذكورية موجودة في دول، في مجتمعات شرقية لا إسلامية، وموجودة وكانت موجودة في العصور الوسطى في أوروبا الغربية، وحتى أيضا حتى في بداية تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فهي عقلية من طبيعة تدخل في إطار ما يسمى بصراع الجندرة، أي صراع جنس الأنثى مع جنس الرجل. فهذه الوضعية العامة للمرأة، بالفعل عندما حدث وضع الحجر الصحي أصبحت كذلك بنفس الوتيرة أيضا، بأن كل المسؤوليات وكل الأدوار ملقاة على المرأة. الرجل عندما أصبح تحت ظل الحجر الصحي بقي نفس الوتيرة، لا يفعل شيئا،
غالب الأحيان أتحدث لا أتحدث عنها الاستثناءات. فالرجل في هذه الوضعية طبعا يترك دائما كل الأمور البيت للزوجة، وأحيانا باعتبارها امرأة، إذا من واجبها أن تهتم. ولكن رغم هذه الوضعية السابقة نجد حساسية عند الرجل، بمعنى أنه يرى زوجته هي ألقى عليه كل تبعيات اهتمام بالبيت ووظائف تدبير البيت، ولكن في نفس الوقت يدخل معه في حساسيتين: حساسية السلطة، من يمارس الهيمنة والسلطة، ولهذا فهو يجد نفسه خارج هذه المسؤولية. دوره الوحيد هنا في هذه اللحظة هو أن يعطي الأوامر ويتدبر هذه الوضعية. إذا بالنسبة للزوجة في الحجر الصحي تزداد عليها مهام أكثر وأكثر، باعتبارها أنها كانت دائما تقوم بعملية تفكيك هذا الثقل المعيش اليومي عن طريق زيارة صديقاتها، عن طريق زيارة أهلها، عن طريق التبضع خارج المنزل. أن كل هذا قد فقد عند المرأة. إذا في الوقت الذي وقع الحجر الصحي أصبحت هي أخرى سجينة هذا الحجر الصحي، سجينة الفضاء البيت، وأصبحت كذلك هي تعيش في عزلة اجتماعية، في عزلة نفسية سيكولوجية. بمعنى آخر أضيفت إليها مهام جديدة لم تكن لديها فيما قبل، وهي مهام تدبير مرحلة تعلم عن البعد مع الأطفال، ثم تدبير شؤون البيت، وثالثا تدبير علاقتها مع الزوج الذي هو دائما يتدخل ويثير البلبلة ويثير الإزعاج أحيانا في كثير من الأشياء، قد تؤدي إلى 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 الشجار فيما بينهما. في الآن وضعية الزوجة في الحجر الصحي وفي رمضان ازداد الأمر سوءا، بمعنى آخر أصبحت من النهار كله إلى جانب الصيام وإلى جانب تدبير في هذه المرحلة بالضبط ما قبل عطلة السنة الدراسية، كان هم المرأة يتوزع ما بين تتبع الأطفال في تعلمهم عن بعد، وبين تبضع خارج البيت، وبين تهيئ الفطور. وهذا لا ينتهي في هذا، بمعنى تزداد المهمة نهارا وتزداد المهمة بالليل، أنه في الليل تبدأ كذلك أشغال أخرى، أشغال تنظيف الأواني إلى غير ذلك، كل أعمال البيت ثم تبدأ كذلك أشغال. إذا في هذه الوضعية في الفعل هي وضعية متأزمة بالنسبة للمرأة. إذا فهي تعاني من أمرين: من تقل المسؤولية والمعيش اليومي، ثانيا من تهميشها من طرف الزوج باعتبارها هي في الدرجة الثانية هي امرأة، وثالثا بكونها أحيانا رغم دورها داخل البيت فهي بالنسبة للرجل دائما في تابعة له، بالإضافة إلى أنها مضطرة في بعض النساء أو بعض الزوجات أن لا زلنا يشتغلن خارج البيت ولو أن هناك حجر صحي، فهنا صعوبة بمكان. إذا فما أنصح به الرجل في هذه المرحلة؟ على الأقل أن تدخل، إذا كان هناك لك بنات كبار ليس هناك مشكل وما يساعدنها، إذا كان لوحدها فعليك التدخل في معاونتها ومساعدتها في تدبير شؤون البيت، من بينها على الأقل أن تهتم بتعليم أطفالك عن بعد وبمراقبة أطفالك عن بعد. ثانيا لا تدخل في مجموعة من الانتقادات للمرأة، لأن المرأة هنا نفسيتها متوترة جدا وذات حساسية، ارتفعت حساسية بشكل كبير جدا، فأي كلام لها وأي توجيه لاتهام لها أو توجيه للعيب عليها فهو يثير غضبها ويثير توترها وتكون هنا متوترة نفسيا. إذن هي تجمع الآن بين الإرهاق الجسدي الذي هو في العمل وفي البيت وبين الإرهاق النفسي
يعني التوتر داخل العمل وتوتر كذلك داخل البيت. إذا فعلى الرجل أن يكون على الأقل أو بعبارة أخرى أن يخلق ذلك الجو الذي كان عليه قبل الحجر الصحي. ماذا هو، ما هو الجو الذي كان عليه قبل الحجر الصحي؟ هو أن الرجل كان دائما خارج البيت، دائما وجود خارج البيت، سواء في العمل أو في المقهى مع الأصدقاء أو في أماكن أخرى يمارس فيها هوايته. إذا لا يدخل البيت إلا متأخرا. إذا فكان هناك وجود الزوج هنا خفيفا بالنسبة للأسرة، الآن أصبح موجودا باستمرار، وهنا وهذا الفعل يخلق مجموعة من اصطدامات بين الزوجة وبين الزوج. فالرجل هنا لا يور العادات التي كان هو مكتسبها خارج البيت يمارسها بشكل تلقائي وعفوي داخل البيت، مما يثير حفيظة الزوجة، فهنا يبدأ شأنان ويبدأ التوتر. إذا أنصح الزوج هنا أن يبتعد نسبيا عن هذه الاحتكاكات السيكولوجية والاحتكاكات النفسية، ويهتم بجزء، على الأقل أن يأخذ جزء كبير من اهتمامي بتتبع تعليم أطفالي عن بعد. أما بالنسبة للزوجة فهي كذلك في هذا الوضع، عليها أن تتأقلم، أن تتكيف مع ذلك، خصوصا بالنسبة لبعض النساء اللي هي زوجات عندهم حالات نفسية، إما أنهم في وضعية الاكتئاب أو لديهم درجة عليا من الوسواس أو درجة عليا من القلق، فبزيادة هذا الوضع يزداد الوضع سوءا كذلك. أن الخوف من، خصوصا أنها تكون أكثر وسواسية من الرجل، لأن الرجل قد يخرج أحيانا، قد تخاف بأنها تتلقى أو تأخذ العدوى من الخارج، إذا فهي أكثر حساسية لهذه المسألة، وأكثر قلقا وأكثر وسواسية. إذا ما أنصح به الزوجة في هذا الإطار أن تعيد النظر في هذه المرحلة. شنو هي النصيحة اللي ممكن تقدم الزوج والزوجة في هذه المرحلة هذه؟ أقول للزوجة بالضبط أن هذه المرحلة هي مرحلة مؤقتة، سواء حتى بالنسبة للزوج. ما معنى مرحلة مؤقتة؟ أن يتكيف الناس مع هذا الحجر الصحي، وهو حجر مؤقت، هو حجر مؤقت. إذا عليهم أن يعرفوا بأن في أي لحظة من لحظات وجودهم أنه سينتهي في نهاية المطاف. إذا لابد من، حتى الزوجة أن تكون ذكية، هي عليها ألا تدخل في توتر مع الزوج، أن تبتعد عنه قدر الإمكان، وعلى الأقل أن تدخل في مطالبته بشكل ودي وإنساني أن يساعدها في تدبير شؤون البيت، لأن الثقل الآن هو أكثر ثقلا، الوضع الآن هو أكثر ثقلا على المرأة، لا بد للرجل من أن يتدخل ويساعد زوجته. ثانيا في إطار علاقتها مع أسرها وكذلك في ومع أسرتها وعلاقتها مع صديقاتها، فلا بد أن تبقى مستمرة في التواصل معهم لكي لا تشعر بالملل والانفصال عن العالم الخارجي. فهناك مجموعة من التقنيات الإلكترونية والإنترنت التي تساعد على المحادثة مباشرة وكأنه الشخص يجلس أمامك. إذا في ظل هذا الوضع الحجر الصحي، فالزوجة هنا لابد أن أو تأخذ مع الزوج واحد لحظة حوار، يعني لحظة حوار ولحظة تفاهم بدون انفعال. وهنا إذا جلس الزوجين معا أمام طاولة النقاش ودبروا هذه المرحلة، لن يتركوا لجميع المغاربة، أقول لجميع المغاربة، لن يتركوا هذه مرحلة الحجر الصحي في رمضان على شكلها التلقائي الارتجالي. لا بد من تدبير عقلاني، أقول تدبير عقلاني، بمعنى كما أن الدولة قامت بتدبير عقلاني والسباقي لهذه المرحلة بعدم بحد من انتشار الفيروس، كذلك على كل المواطنين وخصوصا الزوجة والزوج والأسرة أن يدبروا عقلاني. وما معنى التدبير العقلاني؟ وأن يجلسوا أمامه ويوزعون الأدوار، لأن دائما نعرف أن في أي أسرة هناك علاقات بين علاقات وأدوار، العلاقات بين الأب والأم، علاقات عفوا بين الزوج والزوجة، وعلاقات بين الأب والأطفال، وعلاقات بين الأم والأطفال، ثم هناك الأدوار، أدوار الأبناء داخل الأسرة، وأدوار الزوج داخل الأسرة، وأدوار الزوجة.
وفي هذه المرحلة بالضبط اختلطت هذه الأدوار، اختلطت هذه الأدوار واختلطت العلاقة وزعزعت العلاقات بين الفريق. إذا الرجل عليه أن يتخلى عن تلك العقلية الذكورية، وأنه أمام أم أطفاله وأمام أسرة لا بد له أن كما هو مهتم بهذه الأسرة من ناحية التموين والناحية العناية المادية والعناية الصحية، فكذلك عليه أن يهتم بها من ناحية التدبير. دكتور كنشكرك على هذه المعطيات هذا، وحاولتي انك تشرح لنا الزوجة، واقع الزوجة قبل الحجر الصحي وفي الحجر الصحي وفي رمضان. كنشكرك بزاف، نلتقي معك في موضوع اخر. متتابعي قناة شوف تيفي، كنشكركم على تتبعكم لهذا المباشر هذا، نلتقي في حلقة اخرى وفي لايف اخر وفي موضوع جديد. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء.